وشوشة. هي الأغاني تلاقيني اتصورت بفترة كمان مش حلوة قبل الكورونا، نحن حضرنا الأوديو بعد الكورونا صورناها بتركيا وسوريا، مفروض كانت تتصور بكييف. كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع مش مفروض أبدا أنسى التوزيع أحمد عادل اللي هو صديق وخي بعتز فيه كتير، إخراج زياد فوري، وإنتاج شركة لايفي ستايل ستوديو. كواليس الأغنية بقى وبيزيد، بما إنها لهجة مصرية، ليه ما صورتهاش في مصر؟ نحن أول شيء كنت عم أقول لك إنه كيف في قصة كورونا، بعدين فتحت حسب البلد، فتحت قبل بسوريا وبتركيا، فكان المخرج بده لوكيشن معين محدد. صوتك حلو جدا باللهجة المصرية، انت بقى بتفضلي انهي لهجة تغني بيها، الخليجية ولا المصرية؟ هلا يمكن غنيت غنية واحدة خليجية وحتى ما صورتها، يعني مسائبت اني صورتها، لكن كل اعمالك اكثر يعني باللهجة اللبنانية او الفصحى، مش الفصحى كمان، العربي الدارج او لبنانية مصرية، عراقية السهل مش العراقي الصعب. بتشوف ان الفيديو الكليب بيبقى يعني بيساعد على نجاح الاغنيه، ولا الاغنيه تنزل اوديو بتبقى انجح؟ ما ضروري، يعني بيكملوا بعضهم بمحلات معينه، مثل اغنيه الجاسمي اوديو وكسرت التاني. مين اللي بتقولوا لاقيني لاقيني تلاقيني؟ شخص تعرفت عليه صار لي فتره وقصة حب، واكيد هذا الشخص اللي بتقول له لاقيني تلاقيني. انت فعلا كنت صرحت ان انت لقيتي الحب؟ ايه، نقدر نقول لقيت الطبطبه؟ لقيت الطبطبة لهلا، يعني ان شاء الله شو بيصير بعدين، بس اتليست شخص بتجمعني في قصة حب، في تفاهم، في قصص كثير بنشبه بعضنا فيها، في راحة، في يعني قصة مميزة بالنسبة لي. قريبا ممكن نسمع خبر زواج رورا ولا؟ ما عندي فكرة. ما بعرف، بعد القصة. قدمت اعمال فنيه في مجال التمثيل، ليه ما كملتيش؟ حبيبتي عملت كم شغله حلوين مهضومين، بس التمثيل بياخد وقت وجهد كتير، وان شاء الله هلا بهاي الفتره عم بقرا سيناريو، ممكن كتير ارجع امثل هون. ايه اللون الموسيقي اللي بتميلي ليه؟ يعني بتحبي الدراما اكتر ولا الرومانسي ولا كل وقت يعطي حكمه، او الغنيه بتفرض حالها؟ انا غنيت الرومانسي والشعبي والمقسوم، غنيتهم كلهم. ممكن نشوفك فيديو مع حد من مؤدين المهرجانات اللي بنشوفهم الايام دي؟ ليك انا ما كتير بخطط، اذا الصدف والقصص جمعت حالها مش غلط، اذا لقيت فكره مهضومه تجمعني بحدا هيك ممكن نقدر نعمل شيء حلو. بتميلي للون ده او بتحبي تسمعيه ولا؟ لا، حلو اللون وفرض حالي، يعني حتى في ناس يمكن ضد ونسمع، بس حلو. ايه اكتر اغنية من المهرجانات دي عجبتك وعلقت ودندنيها؟ ممكن تسمعنا حاجة بسيطة؟ انت شايفة من الصبح عم بعمل انترفيو، المهم بده يطلع صوت. طيب مين اقرب حد ليكي وبتحكي معاه لما بتكوني متضايقة كده وجبتي اخرك؟ عندي صاحبتي ناني واختي وعندي صاحبه كمان اسمها تانيا. بتهتمي بالمنافسه وتشوفي مثلا مين منزل ايه، طب انزل انا قبله او بعده؟ لا، ما بفكر هيك ابدا، بفكر انه شيء انا بحبه وبناسبني ولازم اعمله بعمله، ولازم نزله غير هيك ما بفكر. شايفه نسبه المشاهده هي او نسبه الارقام هي اللي بتقول ان الفنان ده ناجح، ولا انت بتقيسي مقياس النجاح ازاي؟ بشوف يعني مثلا لما بكون ماشي بالطريق وحاطين غنية لإلك الناس عم تسمعها كثير، هذا المقياس النجاح بالنسبة لإلي. الأرقام أوقات بتبقى مضبوطة وأوقات ما بتكون مضبوطة، يعني بتلاقي وحدة غنية مش مسموعة فيها أبدا جايبة لي مثلا كذا مليون، فما فيها كثير مصداقية. أما بتلاقي غنية كثير مكسرة الدنيا مثلا اكيد عليها فيورز كتير، بس حتى مش قد ما هي مكسره الدنيا. حسب، ما ينفعش نبقى معاكي وما نتكلمش عن الشحرور. ايه، كلميني بقى عن الكواليس معاها، وايه اللي استفدتيه مثلا، او ايه الحاجه اللي مقصره معاكي فيها؟
شوفي صبوه حقيقة بالنسبة للإيطالي حدا لا يتكرر أبدا، حدا أنا كنت محظوظة إني عرفت عن كسب أكتر من شغل يعني. أوكي في ناس كتير عرفوها بالشغل وعملت اشتغلت مع كذا فنان، بس أنا العلاقة الحلوة الفاميلي يعني هي اللي كانت الأقوى بالنسبة لإلي. تعلمت قصص كتير منها، شفت كتير قصص حلوة فيها، الحب، التضحية، الصبر، الإيمان، ما عندها تكبر، معطاءة كتير، فيها كتير صفات يمكن الناس بتشهدها. ايه اكتر نصيحة قالتها لك وانت لسه مقصرة معاكي؟ أنا ما بحياتك الكبرياء هي مدفنة الإنسان مش بس الفنان، فإنه دايما خليكي طيبة مثل ما انك مع العالم وما تتضايق إذا انتقدوكي، في كتير قصص يعني بتضلك في ذاكرتك. طيب انت بتهتمي بالانتقادات او بتهتمي تردي عليها على السوشيال ميديا ولا؟ صراحة ما برد، لأنه في أوقات بياخد بعين الاعتبار إذا محطوطة بطريقة مصاغة بطريقة حلوة بتركها ما بتأثر يعني، بالعكس بشوف نقطة كيف هني عم يشوفوها، بشوف بركي أنا فيها شيء غلط لإلي، فبعيد حسابات لما بتكون النقطة يعني الطريقة منحكي بطريقة حلوة. لما تكون من يعني عم تنحكى بطريقة عشوائية ولمجرد ان واحد يحكي وهيك اخبار بفضل ما برد يعني ولا بتأثر. لو جات لك فرصة ان انت تجيبي اغنية من الزمن القديم وتعيدي توزيعها، ايه الاغنية اللي تحبي تعيدي توزيعها؟ ليكي انا وزعت كتير يعني عملت اغاني كتير لصباح، فبحس انه بالنسبة لي خلص يعني ما بعتقد اني برجع بعيد هيدي الفكرة. طيب ممكن نشوفك فيديو مع حد مثلا مطرب او مطربة؟ ممكن، ما بعرف، ممكن. طيب قولي لنا بقى ايه الجديد اللي بتحضريه؟ هلا عم نحضر غنية جديدة، بعدنا بلشين جديد فيها، وعم بعمل غنية بس عن الامرأة، كيف لازم تهتم بحالها وشو القصص المنيحة اللي لازم تعملها، بنفس الوقت كيف لو حتى عندها يعني انه مثل ما كنت بعدني عم بقول انه بفترة الكورونا صار عندي وقت اكثر اني تابع مع العالم، شفت ان في كتير ستات مهمشة، في كتير ستات معنفة مدمرة نفسيا، فهذا البرنامج رح يكون سبورت يعني يعلمها كيف تهتم بحالها بتفاصيل صغيرة، كيف تقوي حالها، كيف تطلع من صدماتها، شو القصص اللي لازم تعملها، شو القصص اللي لازم تعملها، بلس انه رح يكون في معنا بنت برمودا نعملها ريلوكينج. الاغنية كلمات وتوزيع بعدنا عم نشتغل عليها. طيب بمناسبة بقى 2021 سوري، ايه الكلمة اللي تقوليها ل 2020 وايه الأمنية اللي تتمنيها في 2021؟ ان شاء الله 2020 ما بقى تتكرر على صعيد العالم اللي هو الكورونا والقتل والانفجارات والوجع، وخاصة على لبنان لأنه كانت حاملة معها كوارث. وسنة 2021 ان شاء الله الكل يشوف الصحة والسلام، لأنه السلام شغلة كثير مهمة، مش رح اطلب الا السلام والصحة لانه هدول اهم شيء بالدنيا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.